بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض من الناس يجتمعون على حديث ذكر في النهاية يقومون بدعة جماعي، واحد يدعي والثاني يقول آمين، هذا صحيح؟ هذا صحيح إذا لم يتخذ عادة، فإن اتخذ عادة صار سنة وهو ليس بسنة. دائما يقومون به يعني، لا أقول هذا الجواب، إذا كان هذا عادة كلما جلسوا ختموا بالدعاء فهذا بدعة لا نعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان أحيانا مثل يمر بهم وعيد أو ترغيب ثم يدعون الله عز وجل فلا بأس، لأنه يفرق بين الشيء الراتب والعارض. العارض قد يفعله الإنسان أحيانا ولا يلام عليه، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي معه بعض الصحابة في صلاة الليل جماعة، ومع ذلك ليس بسنة أن يصلي الإنسان جماعة في صلاة الليل إلا لشيء أحيانا يعني.